الله على فاركو بثلاثية نظيفة من 3 أهداف ولا أحلى. أول هدف كان لصالح اللاعب محمد متولي من ضربة رأس من ضربة حرة مباشرة صنعها اللاعب علي معلول. تاني هدف من كورة رائعة جدا من اللاعب محمد شريف كده اللي أنت مش عارف عاملها ازاي لكن هي حلوة من صناعة اللاعب حسين الشحات. تالت كورة كان طبعا علي معلول بيكافح على المجهود ده كله في الدقيقة 95 بيسجل الهدف من ضربة جزاء. طبعا يعني أنا شايف إن الأهلي كده لا 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 الأهلي حاجة كده رايقة، حاجة راقية مفيش منها اتنين. شريف رجع لمستواه، كهربا ما بيشاركش المباراة دي كأساسي لكن برضه لما نزل عمل خطورة. علي معلول وحسين الشحات يا جماعة جبهة لا تقهر، لأنك لدرجة لما بشوف اللعيبة هناك في الجبهة هناك عند علي معلول علي معلول وحسين الكورة عندهم هتلاقي 8 لعيبة عليهم أو مش 8 فعليا لكن لعيبة كتير من قوة الجبهة دي. طاهر لما نزل عمل أداء، مروان عطية ما لعبش كأساسي وده كان قرار صحيح 100%، كان لازم يدي فرصة للعيبة التانية. ديانج لما نزل، حمدي فتحي ولا أروع، مفيش حد مستواه متذبذب. يعني بجد الأهلي كده أي حد يقول عليه كلمة وحشة لأ، خط أحمر. مارسيل كولر عارف يأدي أداء عالي مع النادي الأهلي، النادي الأهلي بجد بيعمل كرة حلوة وفوز ونتائج حلوة وجماهيره بجد فرحانة اليومين دول، جماهيره بجد تستاهل الفرحة لأنها ورا جمهورها في أي مكان وفي أي وقت. اما بالنسبه لنادي فاركو، نادي فاركو هو شيكا بس اللي ظهر كمان في ضربه الجزاء، حارس المرمى في ضربه الجزاء هو راح عليها لكن كره علي معلول كانت اسرع ومن احمد شريف الناس كبديل وكان كل الهجوم من عنده. يعني انا شايفه ان فاركو ما بيلاقيش في المباراه الكبيره. اما النادي الاهلي، هو النادي الاهلي ما فيش كلمه تتقال عليه، هو ملك ويعني بجد يستحق ان هو يلقب بالكاس ويستحق ان هو ياخد الدوري. لو خد الدوري يستحق لان هو عمل اداء ونتائج وعمل كل حاجه بالتوفيق لشريف اللي يعني من فتره نزل. وكمان كان عندي تعليق على اللاعب احمد القندوسي اللي بيشارك النهارده كاساسي وبيشوط كوره لولا تدخل حسين الشحات ظهره فيها ما اتحسبتش. الكوره صاروخيه يا جماعه لكن لولا ان حسين الشحات لمسها خرج ما اتحسبتش في الاوفسايد. تخيل كان الاهلي كسبان 4. لا بجد القندوسي لعيب هايل جدا الفتره اللي فاتت ما كانش باين بسبب ان هو مصاب متذبذب شويه بسبب اخر مباراه مع الجزائر لما كان بيلعب مع المحليين وضيع ضربه الجزاء خساره اللقب امم افريقيا المحليين. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي اللي قدم مباراه حلوه النهارده ومارسيل كولر بيعمل تكتيك حلو قوي مع النادي الاهلي. بتمنى التوفيق لفاركو كابتن طارق العشري اللي ما كانش موفق في المباراه دي. بس كده قبلكم فيديو جاي.